ما فيش حاجة اسمها كدبة بيضة وكدبة سودة. الكدبة كل واحد اللي فاكرينها كدبة بيضة أو بنعدي بيها الليلة النهاردة مصرها هتبقى سودة مع الأيام وهتقلب علينا، وده اللي حصل في حكايتك يا ندى. طب ما انتي كان ممكن تعملي حاجات تانية كتير عشان تعرفي إذا كان بيحبك ولا لأ، غير إنك تكدبي كدبة زي دي، تعملي مصيبة زي دي. كان ممكن تكوني بسيطة جدا وتقولي له أنا بغير عليك مش عيب، أو لو بتحبني حاسسني باهتمامك وإنك على طول مهتم بيا، طب لو بتحبني تعالى تعرف على أهلي وأنا مش جد بيخلعوا على طول، أو ما تقولي الكلمة دي يعني مش محتاجة حبيبتي. لكن تكدبي وتقولي عندك سرطان يا ندى، يعني إيه؟ طب ما فكرتيش إن السرطان ده مرض وبيسيب أثر كبير على الصحة والشكل، ومصيره في يوم من الأيام هيعرف إن ولا حاجة اتأثرت عليكي ولا خدتي كيموثيرابي وهيكتشف ده مع الأيام؟ طب ما فكرتيش إن في رجالة كتير لما حد منهم بيعرف بمرض خطيبته أو واحدة بيحبها بيخلع على طول؟ أنا فضيلك. طب عايزة أقولك يا ندى إن الإنسان اللي حبيتيه قوي ده لمدة سنتين ولسه لغاية دلوقتي بتفكري فيه وإنتي مخطوبة لواحد تاني، عنده تفاصيل غريبة وقفتني كتير وأنا عمالة أقرأ القصة وأنا بذاكرها من الأول، زي مثلا لما هو متعاطف معاكي وحنين قوي كده، ومجرد ما عرف إن عندك كانسر بقى كل شوية بيسأل عليكي بيطمن خدتي الدواء؟ انت عندك دور برد؟ طب ازاي واحد يعرف ان حبيبته عندها كانسر بس؟ يعني هو كفايه ان هو يسال عليها او يسالها خدتي الدواء ولا لا؟ طب فين الجلسات اللي بتروحها؟ طب يجي معاكي؟ طب يشاركك؟ طب يسالك؟ واحنا بنتكلم في انه عندك ضغط عالي وهيرجع تاني؟ طبيعي ان هو يعني يفكر ياخدك لدكتور، يعرض عليكي اي حاجه، يكلم حد من اصحابه لو كان جالهم قبل كده لا قدر الله، يقول لك انا لازم ابقى معاكي، طب تعالي نعمل تحاليل، تعالي نعمل اشعه، طب تعالي اطمن. بس بتاخدي الدواء؟ حبيبي كده بقى هو متعاطف وبيحبك. ها يا ندى مش داخله دماغي. تاني حاجه، يعني ايه قرر يرجع لك بعد سنه ونص؟ بيقومك زي ما بتتقال؟ انا سمعتها قبل كده الكلمه دي، حتى مش راضيه تطلع، ما عجبتنيش. قال لك انا لسه بحبك بس كنت بديكي درس بيعلمك. طب كنت فين انت بقى في السنه ونص اللي فاتوا دول وانا منهاره وانت بتجيع من ايجي؟ يا سلام، وانت كده اديتها درس حافظت عليها؟ وشمعنى راجع بعد ما عرفت ان هي اتخطبت؟ عشان ضاعت من ايدك؟ ما هي قالت لك نرجع وتحايلت عليك وغلطت، ايه اللي جرى؟ وللاسف يا ندى الحكايه كلها مش عاجباني، كلكم غلط، سواء انت ولا الولد اللي حبيتيه وبتقولي ان هو راجل وجدع وحنين وطيب ومش عايز اعد، ولا صاحبتك اللي طلعت ان هي اصلا ما تستحقش، مرتين بتضحك عليك يا حرام. ما تيجي بقى نقفل الصفحه دي بقى، نفتح صفحه جديده بقى على نظافه. يمكن انا مش موافقه ان اهلك يغصبوكي على الخطوبه، وممكن تكوني فعلا مش بتحبيه او ما عرفتيهوش، بس في نفس الوقت متفهمه ان هم بيحبوكي، خايفين عليكي، عمرك بيضيع، اصلي زهقانه فنزلت اشتغل، اصلي مش عارف ايه فنزلت اعمل ايه. فممكن يكونوا بيقرروا معاكي، جابوا عريس كويس متقدم لك عشان انتي عايشه في اوهام مستنيه رجوع شخص مش هيرجع وهو مش كفء اصلا، فعملوا كده. طب السؤال دلوقتي بقى، هل الشخص اللي انتي اتخطبتي ليه هو انسان وحش؟ هل في عيوب ما ينفعش نعديها؟ ولا المشكله فيك انتي مش فيه هو؟ انتي اللي قلتي في رسالتك انه شخص كويس ومحترم وبيحاول ان هو يتقرب ليكي، مشكله فيكي انت يا ندى، في مشاعرك اللي مش عارفه تتحكمي فيها وتتعاملي معاها. لازم تتعلمي، تعلمي كمان مره انه مشاكلك تحليها بنفسك ومشاعرك مش صح. الجواز يعني عقل وقلب، مش مشاعر حلوه وخلاص، تخطيط سليم واختيار صح، مش كلمتين حب سهرالي وخدتي الدواء يا حنين وأحلام وردية بنصحى منها على كابوس وبنشوف اللي بيجينا في قصة حقيقية. طب ما تفتكري كويس إن خطيبك ده بيحبك وجه لأهلك ومحترم، ما راحش كلم صاحبتك، ما تحكش عليكي، أهلك راضين عنه وده بالدنيا، وإنه ممكن يكون فرصة بين إيديكي عشان تخرجي، وربنا بيقولك خلاص كفاية، كفاية اللي عشتيه زمان، بشرط إنك تكوني مخلصة ليه ومحترمة معاه زي ما هو كويس معاكي. كل ما تفتكري انك لسه بتحبي الاولاني ده، افتكري كويس انه ما كانش كويس ولا مناسب. عارفه يعني حد بيعلمك وبيربيكي سنه ونص على غلطه؟ ده لو اتجوزك هيفتري عليكي، مش هيسيبك، ده قلبه وحش. ايه اللي جرى؟ طب ربيني شهر، طب عاقبني شهر،
قومني يا سيدي، معني بكرهها شهر، لكن كده افتكري ان رجوعه حصل في الوقت الغلط وراجع عشان انتي مشيتي. بيربيكي، بيديكي درس. هو اصلا كان غلطه كبيره في حياتك يا حبيبتي، ده وقت العقل والفوقان، واننا نقعد بقى نرتب اوراقنا تاني، لان ممكن الفرصه اللي ربنا بعتها لك دلوقتي ما تتكررش تاني، وبايدك تختاري. وسمعتي كمان كلام مصطفى معانا قال ايه؟ يا ريت تعملي بنصايحه. اقعدي فكري، ما تفتحيش المسجز القديمه بليز، لانها هتخليكي تروحي في عالم تاني. بنبقى كويسين وبنبقى وحشين، ما تقعديش تقارني. المقارنه دي اوحش حاجه، ممكن حد يقولك بحبك وتفضلي فاكراها وعايشه عليها، حد تاني تبقى بحبك احلى مليون مره، بس انت مش عايزه تركزي في دي عشان انت لسه مستنيه دي. ولعلمك انا شفتها كتير، انه اول ما بتتخطبي او اول ما بترتبطي بتلاقي كل اللي كنت تعرفيهم وكل اللي كانوا وحشين او حلوين بيظهروا، وده بيبقى اختبار من رب، يعني من ربنا، اختبار من ربنا انه هكمل وهتقي ربنا فيك وهبقى كويسه ولا لا. وافتكري كما تدين تدان، لو بتكلمي حد هو هيكلم حد، وده حقيقي. لو انت مش مخلصه ليه هو مش مخلص ليكي. هستنى منك رساله جديده تطمنيني فيها عملتي ايه، وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصة ندى يبعتوا الحل، عشان كلنا هنا بنساعد بعض. ابعتوا لنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام وواتساب، قولوا لنا عشتوا قبل كده نفس القصة؟ ساعات بنعيش في أوهام كانت غلط وملاش لازمة، وربنا بيجيب لنا العوض، بس احنا نبقى مش عايزين نشوفه عشان متعلقين في الماضي. تعالوا كده كلنا نقوي بعض، وهستناكم في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانيين في قصة حقيقية. باي باي.